بقدرش اللونج اللي بس لاجريها مبين يعني شوي يعني هذا يعني شفت الفريم تبعنا هذاك مش هو خليك لا يتواجه ما عندك الزوم بدك المونيتور هون شادي اه خليه يجيب لنا المونيتور هون وين بدك يا هون بسرعه بسرعه والله يا حمد يلا شباب حتمطر شو مش الحال هم يكونوا جاهزين قبل بس جاهز كله جاهز بس انت هي هون دخلتها جوا الشباب جيبوا لنا شيء نغطي فيه الكاميرا في هذا الكفر تبع الكاميرا يا رب ما تمطر علينا يا رب يا رب ما تمطر شو عم بعمل؟ عم بعمل العمايل اللي ما بتتعملش ليلى اسكندر عملنا لها فيديو كليب من زمان من كثير يعني من اشهر بس طبعا راحت تغيرت الميكس فالليبسينج ما ضبط معي فقاعدين ناخذ اكسترا شوتس عشان نسقطهم على الماتيريال اللي عندنا بس بليز يا شباب بصراحة ما فينا نلومهم لأن المفروض يكونوا معانا أكثر بس الأوتيل ما سمحوا لنا إلا بعدد معين طبعا أنتوا كمان they deducted النمبر تبع الكرو تبع ما يساء بلا حدود وتبعنا فالنتيجة مثل ما بتشوفوا العالم فايتة ببعضها حبيبتي انزلي انت وعلي ها خلي ريم يلا هلا ما عم بلاقيها ما عم ترد على تليفونها ريم علي عارف وين انزلي انت وعلي اي بيعرف يلا شادي بدي الاغنيه he's coming he has the key he's coming now to remove it my driver is coming now sorry just 5 minutes خلص طنش انت خلص طنش طنش ريم حبيبتي وينك بدي عليك ما بتردي حبيبتي نزلي لي علي وليلى يلا يلا انا بدور عليك ما عم بلاقوكي بتصل عليك مرتين ما عم بتردي سيجارة؟ ما بشرب سجاير شو عم تعمل في كادري؟ وشادي كمان طلع تعال شوف هون شو عم بيعمل شوفي عم بتمطر؟ يلا 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 ليلى عم بتمطر بسرعة نلحق شوت عم بتمطر عندنا 3 دقايق جماله يلا هاتي الشنطة فوتي يلا فوتي جوا بس اقعدي جوا يلا تعالي روز شو هذا ال هاي هاي يعطيكم العافية هاي يه هاي كيفك شو اخبارك ليلى جوا روز موف ذس شوز فروم هير اعطيهم الروز يلا حتمطر بعد دقيقتين عندنا 3 دقائق ريكسس هوتيل هو بالبالم ايلاند في دبي يعني على البحر فانا كنت حابه هذا الاتموسفير حق الشمس والبحر وهذا بس للاسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن الرياح جابت لنا مطر بس كلها خير وبركه طبعا ليلى هو راح يحاول يقوم قعدي بس هزه بدي اشوف بدي اشوف بدي اشوف لا بس هيك بس هيك بدك تعلي بدك هيك امسكيه من ايده قعدي يلا بس هاي اللي بدي اياها علي طلع في انت عم تطلع فيها طلع في طلع فيها
اخو هيك اعطيني خليني اشوف وشك وهيك هي طلعي فيه انت انا معك طلعي فيه علي افقفت اوكي يلا شباب معنا ثلاث دقايق شادي ارجوك وحياه الادارسه كلهم يلا قبل ما تنطر علي امسك خصله من شعره بدون ما تلف علي ايوه اوكي يلا لف عندي بدك تقوم قعدي عاد يلا علي لف بدك تقوم قاعد مكانك لا تعشم حنانك مالي عبلة يا حبيبي ولا انتهب عن طر زمان شوية علي اضحك عليها شو هالمجنونة شو هالهبلة شو هالمجنونة ايوه ما اريد اعشق وعاني شوية ولا لا تلعبهم واقعي أيوة. حلو واحبه ما اريد اعشق وعاني شد ظهرك يا علي شفط بطنك شد قميصك ايوه ليلى ليبسينج صح علي قوم انتظر وقعد مكانك قعدي ماني عبلة يا حبيبي ولا انتبه عشرين قولوا لي انتبه انتظر وقعد مكانك لا طلع في علي علي طلع في انا شو هالمجنونة زودتها لا تعشمني ماني عبلة ولا انتهب عنتر زمانك يعطيكم العافية شباب نروح هناك شيل الأشياء وأنا مغطاين المطر ما أثر على تصويرنا لأن لحقنا أول شوت أول سين كانت لسه ما بلشت وبعدين غيرنا اضطرينا انه احنا نغير لوكيشن بدل اللي كنت مختارته في الاول رحنا لوكيشن ثاني عشان كان لازم شيء مغطى She's not wearing any shoes. No, the table is broken. Oh, no, shoes. No, shoe is not important. That one is broken. Oh, and the other one? Yeah, let's change the other one. Thank you. Thank you. We owe you one. Sorry. Okay, Shadi, huh? فينا ناخذ أول شوت لعلي عشان يفل؟ بده يفل وقت دوامه. ما ادري يعني انا متحمسه كثير لفيديو كليبنا صار له فتره طويله ومثل ما قلت لكم احنا صورناه في سويسرا بس اللي قاعد يصير اليوم هو بعد الفراغات من الليبسينج لان ليلى غيرت الميكس حق الاغنيه هاي اول شيء بدي اقول مبروك لميساء بلا حدود
بدي اقول مبروك للان تي في لانه برنامج كثير حلو. كثير انا مبسوطه انه المراه العربيه عم يتضوى عليها وعلى كل الامور اللي عم تعملها لتكون فعاله بمجتمعنا العربي. وطبعا ميسا هي من الناس يلي دائما بتشجع وبتكون السباقه بهدول القصص. بدي اقول لها ام براود اوف يو لانه اليوم قليل لنشوف مخرجين هالقد مهذبين على السيت وهالقد ما بيستعملوا الصوت العالي لحتى يفرضوا وجودهم. Thank you, Rixus Hotel. Thank you, Jad. Thank you, ميساء بلا حدود. وانتظروا ليلى فانتظر وقعد مكانك حتحبوها. بعد ميساء الممثلة والمذيعة والمنجب رح نشوف ميساء المخرجة. هلا أنا كنت عم بتفرج عليها من بعيد وعم شوفها أنا كمان كمخرجة كثير حبيت كيف عم تتصرف. Good luck ميساء مغربي وGood luck ليلى اسكندر. Thank you. احنا الحين بالسبا حق ريكسوس. اعتقد انه بعد المفربه اللي انا كنت فيها اي ديزيرف شويه دلع، وهنا عندهم سبا مره كويس اعتقد انه استاهله. بعد السبا لازم اقعد مع لارا، هي واقفه ورا الكاميرا، وي نيد تو توك على السكادجول. بعد لارا لازم اقعد مع نيمان انزل عندي مصور وميك اب، هذا حق بكره حق الفوتوشوت اللي جايين عشان ميسا باي هويدا، ولازم اروح الهويدا عشان نجتمع كلنا. اليوم بدنا نودع فريق العمل اللي عن جد يعني كانوا اظرف مجموعه ممكن الواحد يتعامل معهم. اليوم حتكون نهايه الجزء الاول من ميساء بلا حدود. حيكون في عنا جزء تاني بس انا اسمه هويدا بلا حدود. هو لا ما عندي انا مشكله، انا بيهمني ما يكون نورا بلا حدود. يعني اذا كان نورا بلا حدود فانا بكون سعيده. بدي احكي عن تجربتي مع التلفزيون الواقع برنامج ميسا بلا حدود. اول كم حلقه ما استرجيت شوفهم، كنت كثير خايفه وما خبرت حدا من اللي بعرفهم انه البروجرام بدا، لاني كنت كثير خايفه عن جد. انا ما بعمري توقعت اني انا اكون على شاشه التلفزيون الا بدقيقتين ثلاثه عم بحكي عن فساتيني. تجربتي كانت لما تفرجت، بديت اتفرج حبيت، حسيت انه فعلا انا كنت خايفه من هيك الاشياء اللي تبين فيك، حسيت لا كل شيء طبيعي. في اشياء زعجتني انه اول حلقات عطت انطباع عن ميسا انه كانت هي تف ومتسلطه ولئيمه، وهي فعلا ما انا هيك. فكنت زعلانه على رفيقتي انه اخذ عنها هذا الانطباع باول حلقات بسبب الضغط اللي كانت عايشه فيه. شو في كمان اشياء يعني اتمنى يكون في ترتيب اكثر، في تنسيق اكثر. اتمنى انه هاي السايكولوجي حقت لازم نضغط ميساء عشان نطلع منها صراخ وما ادري ايش، يعني ما له داعي. يعني خلوا الاشياء تجي بطبيعيتها، لان الانسان في يومه العادي في حياته الحقيقيه والعاديه حتى بيننا كربع اكيد راح يجي موقف راح نعصب صح. على بعض راح يكون عندنا مشحونين تراكمات شخصيه من صح. الشغل ولا من اهلنا ولا من هذا، وراح يطلع هذا الشيء. فمش ضروري انه احنا نختلق، لان هذا اسمه تلفزيون واقع. خلوا الناس تشوفنا على طبيعتنا، لا انا ولا هويدا من النوع اللي بنحب مثل ما قالت نجمل اشكالنا، ولا يعني نقول انه احنا والله مبتسمين وطيبين. كل واحد فينا في جانب كثير صح. من التعصيب ومن الرفض ومن الغضب ومن كثير اشياء، والمزاجيه باي نيتشر باي ديفولت يعني بالتلقائيه موجوده بحكم ان احنا بنشتغل في الفن. فيعني بليز شباب خلوا الناس تعرفنا على طبيعتنا، مش ضروري انه تختلق المواقف. خلي المواقف راح تجي، ولما تجي احنا ما راح نرفض انها تتصور، راح نخليها تتصور مثل ما هي. هلا ان شاء الله على الجزء الثاني نكون مرتاحين اكثر. صار في هيك ولفه وتآلف بيننا وبين الشباب كلهم والصبايا فريق العمل. حنتابع ان شاء الله اللاين تبعنا، ان شاء الله انه نقدر نرجيكم نجاح، انه اليوم انا بعتبر انه طلع عنا نجاح.
شاء الله نثبت بهذا النجاح وتشوفوه انتم معنا. وبتمنى من كل قلبي لميساء اخر برنامج تجيكم الفيلم تبعها الوثائقي عن تعنيف المرأة، وبتمنى لها من قلبي تفتح مشروع جديد غيره. بتمنى لها من كل قلبي انها تنجح فيه وتخف ضغط علي، بتمنى من كل قلبي. فيك تخف الضغط وتقوم وتخليني نقعد شوي، حرام عليك هو ده. ما انا طولت بعدك متحمله بليز والله لازم. طب يلا تفضلي عادي لانه انا خلصت. ثانك يو هويدا بريدي. برنامج خلاني اعرف ايش كثر انه انا وهويدا مكملين لبعض. ممكن ما تحكي بليز؟ لا ما بحكي، بس احنا كذا على الطبيعه. اعتقد انه المدح في الوجه مذمة، والواحد لما بيحب أحد مش ضروري يعبر عن هذا الحب بكلام، الحب هو موقف. فأنا قاعدة أحافظ على أحافظ على علاقتي مع هويدا، مع فكرة ما عم تبذلي مجهود مزبطي. والله ببذل كثير كثير عم تتحمليني شوية تعب زيادة صدقيني لو بتصير أحسن. وإن شاء الله نشوفكم على خير في ميساء بلا حدود سيزن 2. أنا هويدا البريدي. ما فاجأتي؟ فظيعة. أنا محللة نفسية عن جد، بحس حالي كتير ذكية بالتحليل. وحياة الله. أيوة. هيك خطر لك. رح نكمل خناق ميساء بلا حدود سيزن 2. أوكي باي باي.